السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدي بدي أقدم شكوى عنكم. طيب تفضل إذا بتريد. خير شوفي. سيدي في شاب خطف لي بنتي صغيرة يا سيدي. قديش عمرها بنتك؟ 18 سنة وبعدها مثل الوردة. طيب بلكي هي راحت برضاها. لا معقول هذا الشيء؟ الله وكيلك جاي من أيدي. كانت بنتي مخطوبة ورح تتزوج، بس في ضابط كان حاطط عينه عليها، استناها بالطريق وخطفها وجابها لهون على اسطنبول، وأنا دورت عليهم منيح وإذا بدك لقيتهم. آخ لو شفت بنتي بس عم ترجف مثل العصفور وعم تنادي يا بابا. بس الضابط عزيز ما رضي يعطيني بنتي، بدي أدعي عليه إنه خطف لي بنتي وما رح أسكت. رح نحل القصة لا تاكلهم. الله يخلي لنا الحكومة. أنا قدرت جيبك لهون، بس كيف فيني فوتك لجوا؟ عزيز بيك؟ ست رنا؟ شو عم تتفتل؟ ايه؟ حبيت غير جو. حلو كتير، منيح. وطبعاً ما عندك علم بالشي اللي صار. ست رنا إذا ممكن مو حابب أحكي. شو علم؟ أنا ما رح أطلك بآخر الليل. هيك هيك عيلتك رح تبشرك بالخبر. شو في حدا بالسيارة؟ لا معلش تبعد؟ شو هالوقاحة هي؟ أنت كيف بتتجرأ تجيبها لهون؟ الوضع مو مثل ما أنك مفكرة، أنا فيني أشرح لك. هي ليش نايمة؟ كأنها مو واعية؟ هي تعبانة شوي، غوطنت، ما عندها مكان تنام فيه. وأنت كنت البطل اللي مسك إيدها وجابها على السكن العسكري، مو هيك؟ يعني فعلاً إن لم تستحي فافعل ما شئت. أنت كيف صرت ضابط فهمني؟ شو هالطينة اللي معجون منها؟ أنا برأيي اسألي حالك هذا السؤال، بحياتك ما احتجتي حدا؟ أنتِ كيف صرتي هيك بلا رحمة؟ شوفي وشها لهالبنت، عن جد بتصدقي إنه هي البراءة ممكن تأذيكم؟ طبعاً ما بتأذينا، بس رنا؟ يلا اجي دقيقتين وطالع. شوف انا رح ضل ساكته وما رح اعمل شوجره هلا، بس كرمال سهام ما تزعل، فهمت علي؟ البنت مستعده انه تموت كرمالك يا لئيم. انا رح نبهك لاول واخر مره، شو ما صار ما بدي اشوفك عم تقرب من سهام. وهلا حاول تخبي هالبنت. شو وين أنا؟ عزيز عزيز لازم نفتش البيت بأمر من الضابط قدرت. شو عم يصير؟ قال جايين يفتشوا البيت. وليش حتى يفتشوا البيت؟ شو المناسبة؟ سيدي
في خبر عن شخص دخل على السكن العسكري وهو ببيتكم. هلا انتو عرفانين حالكم شو عم تحكوا؟ سيدي نحن بس عم ننفذ الأوامر. ومين اللي عطاكم الأمر؟ الضابط قدرات. ماشي، مع اني ماني ملاقي الها داعي بنوب، يعني لو حضر الضابط قدرة اتصل كنت فتشت البيت وخبرته بنفسي. طيب تفضلوا اذا بدكم خلونا نبلش من فوق. خذ راحتك، بلش من هون قبل. تفضل. تمام؟ وهون مكتبي، تفضلوا دوروا فيه. تفضل. تمام؟ تمام سيدي. تفضل فتش الطابق تحت. سيادة المقدم، فيك تقوم بمهمتك هون. تمام؟ كله تمام سيدي. كمل مهمتك هون كمان. إليف تخبي فوراً. ليش؟ لا تسألي وتخبي فوراً، عم يفتشوا البيت وإذا لقوكي بروح فيها. أنا هلأ رح أقفل عليكي، لا تطلعي ولا صوت. تفضل. هالغرفة نحن منستعملها مخزن للبيت. بابا عزيز، هلا لا تحكي اي شيء. خلصت سيادة المقدم؟ تمام سيدي. تفضلوا فتشوا هون. شوفت عينك، سجادات قديمة وكراسي ولمبات. يعني مثل أي مخزن بتعرف. هيك مش الحال؟ مش الحال سيدي. تمام. لازم اقول لك شغله ضروريه. شور كتير.
ايه صحيح، هاي البنت اللي عم تدوروا عليها واسمها إليف، عيلتها بتضيعها اجبرتها على الزواج من شخص هي ما كان بدها اياه، وعلى حد علمي هي طلع لها كلية الطب. انا هيك عرفت، ومشان ما تتزوج هربت، وبالطريق يعني بمحض الصدفة التقت بابن الملازم عزيز، وفي بايدها ورقة، وبالورقة اما كانت كاتبت لها عنوان ضابط قدرت، لهيك اجت. وطبعا ابني قام بواجبه الانساني وعلى اكمل وجه، وجابها على اسطنبول، بعدين تركها. بس البنت ما طلعت قليلة. بنات الضيعة داهية، هي دابة ابني، ولهيك هي ما كانت تحل عنها. وفيكم تتأكدوا بنفسكم انه لا ابني عزيز ولا حضرة الضابط قدرت لهم علاقة بهي البنت. مستحيل. شو كلامي واضح؟ طبعا واضح سيدي. تفضل. يعطيك العافية.